تواصل قوات النظام خرقها لاتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو في ريفي حماتة الشمالي وإدلب الجنوبي وكل المناطق المحاذية لقوات النظام، والتي كان آخرها عملية تسلل على مواقع المعارضة أدت إلى مقتل أكثر من 20 مقاتلا من فصيل جيش العزة التابع للجيش السوري الحر. لم يلتزم النظام بأي اتفاقيات أو هدن أبرمت معه منذ ما قبل سوتشي وحتى ما بعد سوتشي، وأكبر مثال ما قام به في الفترة الأخيرة بالتسلل لأحد نقاط الرباط التابعة لجيش العزة والعملية التي قام بها، وكافة فصائل الجيش الحر سوف تكون هناك، سوف تنظم خطط مدروسة في حال القيام في الهجوم أو خرق أي منطقة أو أي نقطة رباط التابعة لأحد فصائل الجيش الحر. القصف المدفعي على قرية جرجناس في ريف إدلب الجنوبي لا يتوقف، حيث يستهدف القصف تجمع الأهالي كالمراكز الطبية والأسواق وصولا إلى الجوامع، لأنه عم يتم الاستهداف قبل صلاة الجمعة خشية استهداف المساجد بشكل مباشر من قوات النظام، لأنه المجزرة اللي حصلت قبل صلاة الجمعة في 2/11، وكان نتيجتها أنه الناس متوجهة لصلاة الجمعة، فصارت المجزرة أثناء القصف أثناء توجه الناس إلى صلاة الجمعة. استمرار خرق اتفاق سوتشي يضعه على المحك ليعود سيناريو الحل العسكري من جديد إلى الواجهة تحت ذرائع عدة تتمسك بها روسيا والنظام، خاصة أن الاتفاق لم تنفذ جميع بنوده بشكل دقيق، وهذا ما يثير القلق لدى السكان خوفا من انهياره كاملا طالما أن النظام لا يتوقف عن قصف وقتل المدنيين منذ التوقيع عليه. أسئلة كثيرة تطرح في الوقت الحالي، هل سينهار اتفاق سوتشي في ظل استمرار قصف النظام لمناطق المعارضة الواقع ضمن هذه الاتفاقية، وإلى أين يتجه الاتفاق بعد خروقات النظام المتعددة دون محاسبة؟ الأيام كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، من بلدة جرجناز في ريف معرة النعمان الشرقي.